اهلا بيكم مره تانيه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره. الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني النهارده في تراجع طفيف في درجات الحراره، وانا وزميلي احمد عبد الصمد هنا في الاستوديو، رغم ان جوه الاستوديو الجو ساقع جدا، لكن عارفين ان بره الجو النهارده هيكون حر شويه ولسه في تقلبات في درجات الحراره، فيا ريت توضح لنا بالتفصيل. بالفعل اليوم وغدا ان شاء الله في انخفاضات طفيفه ومؤقته في درجات الحراره عن امس. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه فتره النهار، اليوم متوقع العظمى تكون 26 درجه مئويه، ففي انخفاض في درجات الحراره عن امس، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون فتره النهار حار او في نوع من انواع الدفء بسبب في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. مصادر الكتل الهوائيه بدات تختلف وتكون قادمه من على البحر المتوسط، فده اللي ادى لانخفاض درجات الحراره، لكن زي ما قلنا هو انخفاض طفيف ومؤقت. احساسنا بالطقس فتره النهار ما زال طقس مائل للحراره على القاهره الكبرى، الوجه البحري، محافظات السواحل الشماليه للبلاد، وايضا المناطق الموجوده في شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده هيكون زي ما قلنا خلال فتره النهار، خاصه مع وجود اشعه الشمس اللي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. خلال فترات الليل بيحصل اختلاف كبير وبيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 12 درجه مئويه احيانا في بعض المحافظات، واحيانا كمان 15 درجه مئويه. اجواء فتره الليل هتظل اجواء بارده على اغلب المحافظات، رغم ان درجات الحراره فتره الليل بدات ترتفع عن الايام الماضيه. احنا بنسجل درجات حراره يمكن متوقع خلال الليله القادمه تكون 15 درجه مئويه، بالامس كانت 18 درجه مئويه. ففتره الليل بدات درجات الحراره ترتفع، لكن لسه نسب الرطوبه منخفضه، فانخفاض نسب الرطوبه بيخلينا نحس اكثر بالبروده خلال فترات الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من الفرق الكبير بين فتره النهار وفتره الليل. كمان الظاهره الجويه اللي هتبقى مؤثره معانا اليوم وغدا هو تكامل الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، ان شاء الله مش هتاثر تماما على حركه المرور، لكن مهم جدا اثناء انخفاض الرؤيه الافقيه قائد المركبات والمسافرين على الطرق لازم تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه او اثناء اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. مره اخرى درجات الحراره تبدا ترتفع مع يوم الجمعه القادمه وتستمر في الارتفاع حتى منتصف الاسبوع القادم، متوقع ان احنا نبدا تاني نسجل درجات حراره 32 درجه مئويه خلال بدايه الاسبوع القادم على القاهره الكبرى. مصادر كتل هوائيه جنوبيه معاها نشاط رياح فقد تكون مثيره للرمال والاتربه مطلع الاسبوع القادم، لسه في تقلبات جويه، ناخد بالنا ان بعض الارتفاعات هيحصل انخفاضات، فبلاش تغيير نوعيه الملابس وارتداء الملابس الصيفيه. فترات النهار ما فيش مشكله جدا، ممكن نخفف الملابس ونرتدي ملابس خريفيه، ناكد على فترات الليل لو احنا بنخرج فترات الليل لازم نصطحب معانا الجاكيت، وناخد بالنا كمان فتره النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان هي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. مهم كمان فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. تمام. دكتوره منار، ايه المناطق اللي هيكون فيها رياح واتربه النهارده؟ اليوم هو نشاط الرياح بينحصر فقط في بعض المناطق من جنوب سيناء، شرم الشيخ، السور، المناطق الموجوده في جنوب سيناء، ان شاء الله ما تكونش مثيره للرمال والاتربه، فاليوم مش هيكون فيه اتربه ورمال مثيره بالشكل الكبير، لكن ده متوقع يكون معانا مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله، لان هتبدا مصادر الكتل الهوائيه تبقى جايه من مناطق صحراويه من على الصحراء الغربيه، هيكون فيها نشاط للرياح، فممكن تكون مثيره للرمال والاتربه مطلع الاسبوع القادم، عشان كده احنا بننوه على كل مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه خلال الفتره دي من السنه، مهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، لان الفتره دي بينصب فيها الاتربه والرمال المثاره بشكل كبير، خاصه ان احنا في فصل الربيع. تمام. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15، نفس درجة الحرارة متوقعة النهاردة في العاصمة الإدارية 26-15، الإسكندرية 23-13، والعلمين الجديدة 22-14، في مطروح 21 والصغرى 16، وفي دمياط 21-15، بورسعيد 22-16، وفي الإسماعيلية 27-14، في السويس العظمى 26 والصغرى 15، والعريش 24-15، كاترين 23-8، وطابة 28-15، حلايب 27-16، وشلاتين 31-17، شرم الشيخ 30-17، والغردقة 31-17، في الفيوم 27-16، وبني سويف 28-16، الوادي الجديد 32-17، وأسيوط 29-15، في سوهاج العظمى 30 والصغرى 16، وفي قنا 33-15، أما في الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14، وفي أسوان 35-18. ودلوقتي نرجع تاني لزميلي أحمد عبد الصمد واستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا أحمد. شكرا لك يا هلا، والشكر طبعا لدكتورة منار غانم كمان. شكرا.